اتفاقي انا وانت هي مش حل مرضي لينا احنا الاثنين. ده مش اتفاق. طب وبعدين؟ حضرتك ليك عربيه. انا بقول لحضرتك ايه؟ عربيتك واقفه في المنطقه الحره. دخلت رسمي باعتمادات مستنديه رسمي، اسلم حضرتك العربيه. حصل اي اكشن في النص فبدل حضرتك. هو ما ينفعش حضرتك كتوكيل. هو انا بقول لحضرتك ما تركش عربيه خالص. لا 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 لا. طيب. ما ينفعش حضرتك كتوكيل. تروح للشركه اللي حضرتك بتقول عليها دي اللي انا مش عارف هي مين طالما هي مش تبعك، مع ان انت وكيل كيا يعني. تمام؟ وتروح انتوا تجيبوها لنا استيراد شخصي وتسلمونا ونخلص من بعض. لان انا الفلوس اللي انا خدتها من حضرتك استوردت بيها العربيه. العربيه اللي ما تسلمتليش، يعني حضرتك خدت مني فلوس استوردت بيها عربيه. تمام بس دخلها لي. دخلها لي ما اقدرش يا فندم. لان حضرتك حاجز من خلال كيف؟ صح. حضرتك من خلال الشركه المصريه للتجاره والتقليد بالمصري. صح. يبقى حضرتك العربيه تخش من خلال كيف؟ انا ما عنديش كيف ما بتبيعش دولار. اي شركه في منطقه حره بتبيع بدولار يا فندم. خلاص هي النهارده جت كلمتني قالت لي يا باشمهندس قدام حضرتك ان انت تدفع بالدولار ونلغي العقد بتاع حضرتك وتيجي تحط الدولار واحنا عند دخلات. لا يا فندم مش بالتفصيله دي خالص. خالص ده اللي حصل معانا. مش بالتفصيله دي. لا زي ما قلت مش بالتفصيله دي. تعالى الغي هات دولار ودي هتدخلك من خلال. خلينا برضو خلينا نقول ان اي حلول اتعرضت على حضرتك من خلال اي شركه ثانيه حضرتك ما قبلتش بيها. انا ما قبلتش بيها. صح. اي حلول اتعرضت سواء 50% سواء عشان بدفع. لكن لو حضرتك جيت قلت لي انا هتصرف القصه دي وانا هتصرف الدولار بالفلوس اللي انا خدتها منك قبل كده. انا مش منوط ان انا ابيع بالدولار يا فندم. مش منوط ان انا ادفع بالدولار واخرب عربيه. انت مستورد عربيه بالدولار في الاخر. انا استوردت العربيه خلاص وبالتالي في اعتمادات مستنديه. حل انه تعالى يا فندم ادفع حضرتك بالدولار وانا ادخلك العربيه. قال لنا الكلام ده يا جماعه. يا فندم حضرتك في الاخر انت بتقول لي كل الحلول اللي اتعرض عليا انا مش قابل بيها. أيوة. وانا بقول لك انا الحلول اللي بالنسبه لي الحل الوحيد اللي انا اقدر اعمله لحضرتك ان انا ادخلك العربيه بمستند رسمي. دخلها لي بالدولار. ما اقدرش يا فندم. يا فندم ليه ما اقدرش؟ عشان انا عرضت عليا الحل ده. ايتا جاوبني على الشركه. مستر بيتر هم اللي طلبوا الطريقه. جاوبني. جاوبني. انا عامل ايه؟ لا هم يعرضوا عليا. عشان انا ما اعرضش على حضرتك. جاوبني على كده خالص. عرضت عليا. يا فندم عرضت علينا كلنا كده. لا 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 عرضت علينا. مش بالطريقه دي. مش بالطريقه دي. عرض ازاي؟ اتعرض على حضرتك ان انت ممكن تاخد العربيه عن طريق شركه منوط ببيع المنطقه الحره. صح. بتفاصيل 1 2 3. ومين اللي هينفذ الكلام ده؟ كيا. باجي اروح لهم ولا اروح لكيا؟ لا ما بتروحش لكيا خالص. كل اللي قلنا كيا يا فندم. لا يا فندم كل اي حد نفذ عن طريق الديل ده راح لشركه ثانيه وجه عندنا قفل الديل بتاعه ومضى على طلب استرداد ومضى على اذن صرف وخد فلوسه وراح اتصرف في حته ثانيه. الموضوع منتهي تماما. الشركه الثانيه بتجيبها عن طريق مين؟ بتجيبها عن طريق هي برضه. ما هي اول الاول هي سيركل بتلف حواليك هي. هو بيخش على الاسبوع بس هي شركه سيستم كومباني ثانيه. انت النهارده على ارض الواقع انت ماليا احنا الاثنين مش متفقين. حضرتك مش قابل.